السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم عن سيارة مميزة من شركة يابانية ومصنوعة باليابان، سيارة عملية و SUV صغيرة الحجم من شركة ميتسوبيشي اليابانية ASX 2024 فئة النص فل. يلا بسم الله نتعرف على المواصفات والمزايا، ويسعدني إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات. متابعيني الكرام، حملوا تطبيق معرض إمهات الدين على أجهزتكم الذكية سواء آيفون ولا أندرويد، كل عروضنا موجودة على التطبيق بكامل تفاصيلها أسعارها وصورها. طبعا تقدر تتصفح بشكل عادي السيارات الجديدة اللي نازلة، أو تقدر تبحث عن طريق الماركة، مثلا ابحث عن هيونداي أروح لهيونداي، أبغى أشوف الأكسنت أروح هنا أحط الموديلات، هنا الأكسنت يطلع لي الخيار الموجود مثلا. لكن مثلا حاب أبحث بالكتابة عن تويوتا كامري، هذه ليش تكتب فقط كامري ويطلع لك السيارات، وتقدر تشوف السيارة وتتصفح مواصفاتها، كذلك الصور. حمل التطبيق الآن. وزي ما تشوفون هذه هي الميتسوبيشي ASX 2024 فئة النص فل. أكيد يهمكم السعر أول شيء مع الضريبة ب 81,075 ريال. طيب أتكلم عن سعر اليوم، سيارة SUV ذات 5 مقاعد صغيرة الحجم مقاربة لحجم هيونداي كونا تقريبا. ميتسوبيشي شركة يابانية غنية عن التعريف ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه سيارتهم الـ SUV الصغيرة. طبعا اول شيء نتكلم عن محركها 2.0 2000 سي سي 4 سلندر حدود 150 حصان تقريبا، وغيرها اوتوماتيك بنظام CVT، والدفع فيها امامي. طبعا في خيارات او في خيار اعلى منها يجي دفع رباعي، لكن فئه النص فل والستاندرد دفع امامي. 14.7 كيلو لكل لتر بنزين بتقييم ممتاز، بنزين 91، فالسياره ما شاء الله تقييمها ممتاز بصرفيه الوقود. والشيء الحلو والمميز اللي يبغى شيء ياباني ياباني بسعر مناسب، هذه احد خياراتها، عمليه وما شاء الله تقييمها ممتاز بصرفيه الوقود، كذلك مواصفاتها حليوه مقابل السعر. السقف زجاجي بانورامي، طبعا ما يفتح لكن يعطيك اطلاله زجاجيه. مقدمتها طبعا بضاءات LED نهاريه، نور عالي واطي LED، ما شاء الله شبك بتطعيمات كروم، كذلك باللون الفضي. بنروح لجنوط السياره، تيجي بمقاس 18 انش مع كفرات بريجستون ما شاء الله تبارك الرحمن، ومقاس الكفر اللي هو 225 على 55، والجنط 18 مكحل الكروم مع اللون الرمادي الغامق. تطعيم كروم على الرفارف، اشارات بالمرايه، حنايا عفش، وهذه مع الجنب. طبعا هذا SUV الصغير الكومباكت كذا مميز داخل المدينة ما شاء الله، حجما كذلك ارتفاعا يعتبر ممتاز. طبعا الجناح الخلفي مع الإضاءة الخلفية LED، اسم السيارة ASX، مع وجود 4 حساسات خلفية ومساحة زجاج خلفية. هذه شنطة السيارة، ونلاحظ وجود الستارة، عندنا الإضاءة هيلوجين هذه مساحتها، وعندنا هنا سبير السيارة، إضاءة اللوحة هيلوجين. وزي ما ذكرنا لكم ياباني، تصنيع ياباني مدن جابان. دخول ذكي، بمجرد حابين ندخل السيارة نضغط الزر يفتح القفل. وهذه من الداخل، طبعا تقريبا هذه الفئة الوحيدة تيجي داخليتها بيج، لأن الفل كان جلد أسود والستاندر تقريبا قماش أسود. كرسي السائق والراكب بحركة يدوية، لكن كرسي السائق تقدر ترفع وتنزل. زجاج كهربائي، مرايا كهربائية فيها خاصية الطي الأوتوماتيكي. هنا الصف الخلفي، لاحظ قماش على الأبواب، فورميكا باللون الفضي، تكاية بحاملة أكواب مع وجود مثبت مقاعد أطفال، وتكات الرأس متحركة. هل تقدر ترجع بظهر حاجة بسيطة أو لا؟ لا هذا هو حده. بسم الله. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف ما في فتحة تكييف خلفية، لكن التكييف الأمامي ما يقصر. سيارة حجمها كويس، وميتسوبيشي معروفة بتصنيع السيارة، بتصنيع مكيفات مو بس السيارات. هنا السقف البانورامي زجاجي ما يفتح، يعطيك إطلالة، بس أهم شيء يكون منظر زين. فيها إضاءة أتوقع أنها واضحة، صراحة ما أدري إذا واضحة معكم، لكن بعد شوي يوم سكر الستارة تشوفونها.
هذه من الخلف مساحتها لا بأس فيها، على واحد طوله مثلا 170 زي أنا فلا بأس فيها. طبعا زجاج كهربائي سنتر روك، مراية كهربائية وفيها خاصية الطي. سقط المرتبة شوي عشان التصوير، صراحة التكييف جدا بارد ما شاء الله. كلنا زجاج كهربائي سنتر لوك، التحكم في مستضاءة الخارجية، الحساسات طفيها وشغلها عن طريق هذا الزر، وهذا هو دركسون السيارة المكسوب الجلد بتصميم ثلاثي، مثبت سرعة موجود عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن، أوامر صوتية بلوتوث، تحكم بنظام صوتي وجير فون خلف المقود، تبديل بين سرعات الجير مع انه سي في تي لكن حاط لك وضعية المانوال خلف المقود. عصا مساحته الزجاج في وضعية الاوتو، عصا الانوار في وضعية الاوتو، عصا مساحته الزجاج كذلك في وضعية الاوتو. الار بي ام السرعة، تنقل وقود الحرارة، وهنا عداد الرحلات. زر التشغيل الذكي مع شاشة معلومات تدعم خاصية بالكار بلاي، لا ننسى كذلك ان فيها كاميرا خلفية. طفي الانوار عشان توضح معنا زيادة هذه. طيب مكيف السيارة في وضعية الاوتو، منافذ يو اس بي طاقة، هنا التراكشن ومنفذ طاقة كلاسيكي. نروح لمفتاح السيارة الذكي للدخول الذكي والتشغيل الذكي، هذا هو. لاحظ الفورميك الموجودة هنا حول إطار الجير، عندنا مقبض الجير ونلاحظ أنه مكسو بالجلد. الهاند بريك، حاملات الأكواب عدد 2، تكة بالوسط بمساحة تخزين هذه هي، وفيها منفذ طاقة طبعا كلاسيكي. لاحظوا الكرومات موجودة على الأبواب الأمامية فقط، طبعا المراية الداخلية عادية وليس التاتيم. نور السقف فيلوجين، هذه اللمبة تكلمت عنها، نسكر الستارة عشان توضح معنا. هو هذا الخط البرتقالي الحين هو واضح، هذا هو زي ما تلاحظون ما شاء الله تبارك الرحمن. أرد المرتبة شوي عشان نصور الشماسات اللي فيها مراية مع إنارة هيليجينية، شماسة السائق كذلك شماسة الراكب. وهذه السيارة من الداخل، وهذه أبرز المواصفات اللي موجودة بالسيارة. مواصفات الأمن والسلامة فيها فرام البي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه هي أبرز المواصفات الموجودة على ميتسوبيشي اي اس اكس موديل 2024 فئة نصف فل، سيارة الاس يو في اليابانية الاقتصادية. صراحة هذه السيارة تناسب الأشخاص يبحثون عن شيء اقتصادي وجدا عملي لداخل المدينة أو حتى خطوط سفر، لا بأس بسيارة ميتسوبيشي ما شاء الله. أنا محرك 2000 سي سي بالحجم هذا 150 حصان فشايل السيارة. المميز بالارتفاع، المميز بالمواصفات، العيوب بصراحة في ناس تخاف من ميتسوبيشي انه قطع غيرها غالي والى اخره، لكن قبل ما تشتري اي سيارة بالعالم ميتسوبيشي ولا هيونداي ولا تويوتا شيك على سعر قطع غيار واسأل الاشخاص وش القطع غيار اللي ممكن تخرب. فميتسوبيشي فيها ميزة، طبعا هذا الكلام من عندي انا يعني اجتهادي، ميتسوبيشي ان شاء الله يعني ما راح احط شيء بذمتي، لكن ان شاء الله من السيارات اللي فعلا لا قدر خبط قطعة ميكانيكية أو شيء ركب أصلي وانسى تعيش معك فترة أطول. فهذا المميز بميتسوبيشي، المتانة، الجودة، هذا شيء معروف عندهم خاصة السيارة ياباني ياباني. العيوب، فتحات تكييف خلفية صراحة ما في، هذا أحد العيوب. كذلك أنه المفروض حتى لو أنه نصف فل تعطيني فل إرباك، ما راح أقول لك دفع رباعي، أنت حاطينها فئة الفل وحاطين سعرها 88,000 ومعطيه 89,000، أعطيك مواصفات زيادة، أعطيك كذا 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 ودفع رباعي، فمعقول، لكن ما راح أقول لك دفع رباعي عطني على هذه الفئة، لكن مثلا عطني إرباقات، عطني كذا عطني كذا، وهذه هي أبرز الأشياء. عموما متابعيني الكرام، أتمنى تكون عجبتكم التغطية على ميتسوبيشي أي إس إكس موديل 2024 فئة النص فل. طولت عليكم، أتمنى أن أكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.